خلال إطلاق أنشطتها في 14 سبتمبر 2024، جمعية الطلاب الشباب من أجل تعزيز الصحة في تشاد تقدم نفسها رسميا للجمهور. بدأت ولادة هذه الجمعية من بعض الملاحظات التي تمر فيها المرافق الصحية، حيث يعاني الشباب في متوسط العمر من أمراض يمكن الوقاية منها. لسوء الحظ، فإن غياب الوقاية من الأمراض داخل المجتمع يزيد من معدل الوفيات. وللحد من هذه المعدلات ستعمل جمعية الطلاب الشباب من أجل تعزيز الصحة في تشاد، هكذا يقول رئيس الجمعية أبو إسماعيل محمد، الذي تناول أهم الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها، والتي منها التدريب في مهنة الصحة العامة والبحث العلمي وتطوير القدرات التحليلية والنظام الصحي ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوبائية وغيرها. وأضاف: من أجل تحقيق هذه الأهداف تسعى الجمعية إلى تعزيز النهج حول المشاريع والتعاون في عدة مواضيع مثل الصحة والتعليم والسلام والتدريب المهني والثقافة والمواطنة، فضلا عن تنظيم جلسات توعية مجتمعية واجتماعات بين الأجيال وورش عمل لتبادل الأفكار لتعبئة الدولة والشركاء لتنفيذ مشاريع وبرامج تطوير النظام الصحي والاجتماعي. هذا وكما تضمن الحفل عرض الإنجازات التي تمكنت الجمعية من تنفيذها كحلقات عمل تدريبية وأيام للصرف الصحي وحملات توعية مجتمعية وعروض ومناقشات مؤتمرات بشأن الصحة. من رؤى الجمعية أن تصبح منظمة غير حكومية بحلول العام 2030، حتى قبل ذلك إن أمكن.